اكتشف رئيس وزراء تركيا الأسبق حمد داود أوغلو أنه رفض أن يكون دمية لأردوغان في منصب رئيس الوزراء، وقال في برنامج إذاعي أن أردوغان طلب منه عدم استخدام سلطات رئيس الوزراء أو التصرف في أي شيء تخص صلاحياته، مؤكدا أنه رفض ذلك بشدة. كما أضاف أن السياسات التي اتبعتها تركيا لسنوات بشأن سوريا والإخوان خاصة بالرئيس أردوغان ولا علاقة له بها. ينضم إلينا هاتفيا محمد مصطفى مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط للتعقيب والتحليل. أستاذ محمد، بعد التحية لحضرتك، إذا يعني كل تقريبا الأشخاص أو يعني الأطراف حول أردوغان تتبرأ من سياسته وتتبرأ مما كان يتبعه، الآن رئيس الوزراء، وكان هناك أعضاء في حزب الحرية أو العدالة والتنمية خرجوا من الحزب وأعلنوا تأييد أو أعلنوا إنشاء حزب جديد، ويعني الكثيرون يخرجون ويتبرؤون منه ويتبرؤون من تصرفاته. تفسير هذا في رأي حضرتك وانعكاسه على السياسات التركية في المنطقة؟ يعني دعينا نتحدث بمصداقية وبقدر يعني أكبر من الوعي بما يجري في تركيا، وحتى نتعامل مع التطورات الجارية في تركيا حاليا في المشهد الداخلي الانتخابي التركي. يجب أن نركز فيما يقوله حلفاء أردوغان القدامى حتى نميز ما إذا كانت هذه التحركات بمثابة قفز من سفينة أردوغان بالفعل أم أنها نوع بشكل أو بآخر من توزيع الأدوار تكتيكيا حتى يتجاوز عناصر أو قيادات التيار الإسلامي السياسي الأزمة الكبيرة التي يعيشونها هذه الأيام. الأمر المؤكد أن حزب العدالة والتنمية أصبح مصابا بحالة من الشلل الجزئي، قد تتحول إلى حالة من الشلل التام في الأسابيع والأشهر القادمة إذا ما اتسع نطاق العقوبات الاقتصادية على تركيا، وهم يدركون أن السبب الرئيسي بالفعل في ذلك هو السياسات التي اتبعها أردوغان باتجاه جماعة الإخوان المسلمين وتحركاته خارج تركيا لتوسيع دوائر نفوذه دون يعني وعي لجبهة الجبهة التي تتصدى له وأنه في موقف ضعيف. يعني هو مصمم على توسيع دوائر نفوذه في الخارج رغم أن الوضع الاستراتيجي لتركيا لا يسمح بذلك في الوقت الراهن. فبقى في اختلافات مع قيادات حزب، لكن في نقط بقى فرعية مهمة جدا. أول نقطة، هل هؤلاء الأشخاص بيتجهوا لحزب واحد لتشكيل حزب واحد يميني معارض ولا حزبين؟ في اختلافات حاليا بينهم، يعني علي باباجان وداود أغلو مستقرين على أن هم يشكلوا حزب، لكن عبد الله جول لا زال مترددا. عبد الله جول شخصية معروف عنها، هي طبعا من قيادات التيار الإسلامي السياسي، لكنه معروف عنه النبل بعكس أردوغان اللي هو يبدو دائما الرجل الشرير في منظومة الحزب. هم بيحاولوا يعملوا اتصالات مع عبد الله جول علشان يحلوا نقاط الخلاف ويضموا الحزب. إذا انقسموا الحزبين هتبقى يعني ستكون المشكلة أقل حدة على أردوغان، لأن الأصوات ستتفتت بينهم، دول كلهم في تيار اليمين، حزب العدالة والتنمية والحزب أو الحزبين اللي هيشكلهم علي باباجان وأحمد داود أغلو من جانب وعبد الله جول من جانب آخر أو مع بعض، كلها أحزاب يمين. فإذا فتتت الأصوات بين حزبين جداد يبقى سيظل حزب العدالة والتنمية له الغلبة. لكن إذا بقوا في حزب واحد فيكون البديل المنطقي لحزب العدالة والتنمية، ونقدر ساعتها نتعامل مع الموقف على أنهم قفزوا بالفعل من السفينة وأن هناك بديلا أكثر اعتدالا في تركيا في إطار تيار الإسلام السياسي. نعم. طيب أستاذ محمد، إذا ما تم تنفيذ هذا، يعني دعني فقط يعني أناقش حضرتك فيما ذكرته، إذا ما تم بالفعل الوصول إلى هذا الحزب والوصول إلى هذا التكتل ضد أردوغان، يعني كيف من الممكن أن تؤثر على سياساته خارج تركيا، سياساته في المنطقة، في تمويل التنظيمات الموجودة في دول المنطقة، يعني كيف ستؤثر على هذه السياسات؟ صحيح.
يعني خليني الاول عشان اكمل معاكي هذا المشهد. نعم. وبعدين هقول لك على التاثيرات. دلوقتي الامور بتتجه في تركيا وبدات بالفعل دعوات لاجراء انتخابات مبكره الربيع القادم. يعني بنتكلم على مارس ابريل. فجبهات المعارضه التركيه اللي بتحاول تقترب من او تعمل تقارب اكبر من مواقفها بتدفع بالامور في اتجاه انتخابات مبكره، الى درجه ان الامور كمان اتجهت من جانب حزب الشعب الجمهوري للضغط من اجل استفتاء على وجود اردوغان نفسه. فالامور يعني هم عارفين هم رايحين فين، ودي امر وده امر مهم جدا. المفروض ان يساندوا حراك شعبي من جانب ومسانده من المؤسسه العسكريه التركيه من جانب اخر. فده الشكل النهائي اللي المفروض انه هيتبلور باتجاه اسقاط او وصولا الى اسقاط اردوغان. تاثيره على سياساته الخارجيه هو قدامه يعني حلول كلاها مر او حلين كلاهما مر. اما ان هو يتراجع بشكل علني وواضح عن سياساته التوسعيه الداعمه للارهاب في المنطقه، وده امر شديد الصعوبه بالنظر نعم صحيح شخصيته وتركيبته، وهيبقى خلاص يعني بمثابه انتحار سياسي كامل. فانا استبعد هذا الخيار. واما يلجا لافكار فيها قدر كبير من المقامره والمغامره، مش بقى من خارج الصندوق لكن خارج حسابات المصالح التركيه، مصالح الدوله والشعب التركي، على سبيل المثال الاقدام على مغامره عسكريه خارجيه، يعني دفع الجيش التركي للتدخل العسكري الخارجي في منطقه ما قد تكون شمال العراق او سوريا او حتى مناطق في ليبيا من خلال انزال عسكري. نعم. فهذا خيار مطروح امام اردوغان ويبدو اقرب لشخصيته. وانا شايف شواهد، لان يعني هم ليهم تكتيكات غريبه شويه في التمهيد للمغامرات العسكريه. مثلا لما نسمع ان في هجمات على دبلوماسيين اتراك في شمال العراق. صحيح. او هجمات ارهابيه على مصالح تركيا مثلا، او القوات التركيه اللي موجوده في شمال سوريا او حتى في ليبيا. فده بيبقى من خلال يعني خبرتي في متابعه الشان التركي، بيبقى بالاساس بتحركه المخابرات التركيه بإعاز من القياده السياسيه التركيه عشان يوجدوا لانفسهم المبررات لمغامره عسكريه. فالامر ده شديد الاهميه ولازم مراقبته ومتابعته بالتفاصيل حتى تكون الرؤيه واضحه. اللي بيتوازى مع ده وبيدينا نفس المؤشر لما نلاقي جماعه عملت جماعه من يعني مما يسمون انفسهم دواعش، اللي المفروض ان اردوغان نفسه هو اللي بيحركهم باصابعه يعني العسكريه والاستخباريه. لما نشوف ان دول عملوا مقطع فيديو بيتكلموا عما يسمى ولايه تركيا، يعني نعم. بيقولوا احنا هنستهدف اردوغان نعم. المتغطرس عليه نعم. الغرب مش عارف. شكرا. فدي بتدي نفس المؤشر ان هو بيصطنع تنظيم نعم. ارهابي حتى يوجد لنفسه نعم. مبرر ايضا للاقدام على مغامره. وضحت الصوره. اشكرك جزيل الشكر استاذ محمد مصطفى مدير تحرير جريده بشق الاوسط، شكرا لحضرتك. وقررت الولايات المتحده وقف تسليم تركيا مقاتلات F-35 ردا على شرائها منظومه الصواريخ S-400 الروسيه. وكشف البنتاغون ان حجم خسائر انقره على خلفيه شطبها من قائمه المشاركين في برنامج انتاج المقاتله الامريكيه سيبلغ نحو 9 مليارات دولار. المزيد في سياق التقرير التالي. ما بين اقتصادية وعسكرية تتوالى العقوبات على تركيا بسبب سياسة نظام أردوغان. فبعد 48 ساعة من فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات اقتصادية على أنقرة بسبب إجراءاتها الاستفزازية وغير المشروعة بالتنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية الخالصة لقبرص، وجهت واشنطن ضربة موجهة جديدة للنظام التركي عقب إصرار الأخير على إتمام صفقة الصواريخ الروسية S-400 التي وصلت إليها بالفعل.
حيث تم إقصاؤها من برنامج حلف شمال الأطلسي لتطوير مقاتلات F-35. الإجراء الأمريكي جاء بعد تحذيرات عدة لم يستمع لها أردوغان جيدا، فما كان من الولايات المتحدة إلا اتخاذه، بل والطلب من الطيارين الأتراك الذين يتلقون التدريبات على طائرات F-35 بمغادرة البلاد قبل نهاية الشهر الجاري. وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية، فإن حجم خسائر تركيا على خلفية شطها من قائمة المشاركين في برنامج إنتاج المقاتلة الأمريكية سيبلغ نحو 9 مليارات دولار. للأسف توصلنا إلى هذا الطريق المسدود، ولكن مكتب المشترك لبرنامج F-35 سنتواصل مع شركائنا في هذا البرنامج لإلغاء مشاركة تركيا في هذه الشركة، حيث نعمل على تطوير وتطبيق أمور جديدة في سلسلة إنتاج، وسنزيل تركيا من هذا البرنامج. والجسر الذي سيؤدي إلى إزالة تركيا هو برنامج سيستخدمه الموارد الأمريكية، ولكن هذا البرنامج كان مفتوحا منذ البداية للمشاركة أطراف أخرى. البيت الأبيض بدوره اعتبر أن الرد الأمريكي جاء بسبب عدم انصياع أنقرة لتحذيراتها السابقة من أن طائرات F-35 لا يمكنها التعايش مع منصة لجمع معلومات استخباراتية روسية ستستخدم لاختراق القدرات المتقدمة لهذه الطائرات. سيلقي هذا الإجراء بظلاله على العلاقات الأمريكية التركية خلال الفترة المقبلة، كما يحمل تبعات أخرى على الاقتصاد التركي المنهك الواقع بين رحل العقوبات الدولية وسياسة أردوغان المتخبطة.